نرحب بانضمام المطران عطله حنا رئيس سقيفه سبسطيه الروم الارثوذكس من القدس. بعد ان نرحب بك مطران عطله، كيف نفسر هذه الجراه المطران للاحتلال الاسرائيلي لغلقه لبيت المقدس واستمراره في الانتهاكات للمقدسات الاسلاميه والمسيحيه؟ شكرا جزيلا على هذا الاتصال، واود حقيقه ان احيي كل المشاركين والمشاهدين والمستمعين. اود ان احييكم حقيقه من قلب مدينه القدس، ونحن الان مستمعون القيادات الدينيه المسيحيه مجتمعه الان لكي تتخذ القرارات اللازمه والضروريه لكي نعبر عن تضامننا الفعلي مع اخوتنا المسلمين الذين يستهدفون في مقدساتهم وفي اوقافهم وفي اقصاهم الشريفه. نحن في فلسطين المحتله وفي مدينه القدس بنوع خاص، نحن شعب فلسطيني واحد. الدين لا يبعدنا عن بعضنا البعض. الفلسطينيون يناضلون من أجل مقدساتهم، يناضلون من أجل حريتهم، من أجل قضيتهم العادلة، ونحن كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين ننتمي لهذه الأرض المقدسة وننتمي لهذه القدس التي نعتبرها العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا الفلسطيني. عندما يعتدى على الأقصى المبارك يعتدى علينا جميعا، يعتدى على المسلمين وعلى المسيحيين وعلى كل مكونات الشعب الفلسطيني، وكذلك عندما يعتدى على أوقافنا ومقدساتنا المسيحية إنما يعتدى على كل الشعب الفلسطيني. نحن لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية في القدس. القدس مدينة عربية فلسطينية، هي عاصمة الشعب الفلسطيني، وهي حاضنة أهم المقدسات الإسلامية والمسيحية، ونحن كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين سنبقى في المدينة المقدسة مدافعين عنه، مدافعين عن مقدساتها. البارحة توجهنا وفدا باسم كنائس القدس إلى باب الأصباط، وكنا مع إخوتنا العلماء ورجال الدين الإسلامي، وقلنا لهم من يعتدي عليكم يعتدي علينا، ومن يعتدي على الأقصى يعتدي على القيامة، ومن يعتدي على المقدسات الإسلامية كمن يعتدي على المقدسات المسيحية. هذه هي فلسطين. فلسطين هي وطن واحد يجمعنا، إنها قضية عادلة توحدنا، ونناضل معا وسويا من أجل تحرير وطننا واستعادة حقوقنا واستعادة القدس لكي تكون عاصمة لدولتنا الفلسطينية المستقلة. أعود وأكرر بأن الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس لن تمر، لأن هنالك شعبا فلسطينيا حيا يعشق هذه الأرض وينتمي إليها ويدافع عن مقدساتها. طيب مطران عطله، كيف نفسر هذا السكوت المطبق من قبل المؤسسات الدولية حول ما يجري في فلسطين عامة والقدس خاصة، حتى أن دول الغرب لم تقم بالحديث مع إسرائيل للكف عن هذه الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية؟ لحد ساعة لم نرى تلك البيانات التي كنا نقرأها زمان، الآن كأن إسرائيل انفردت بالأمر. يعني حقيقة ما يحدث الآن من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومن استهداف للشعب الفلسطيني، سواء كان هذا في المسجد الأقصى أو فيما يتعلق بأوقافنا المسيحية التي يعتدى عليها وتستراح في كل يوم، أنا أعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الانقسام الفلسطيني الداخلي، ويستغل حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الموجودة في محيطنا العربي. وأنتم تعلمون ماذا يحدث في المنطقة العربية. الاحتلال الإسرائيلي أيضا يستغل حقيقة الانحياز الغربي. أمريكا وغير أمريكا أعلنت بصريح العبارة أنها منحازة لإسرائيل وتقف إلى جانب إسرائيل. كل هذه العناصر والمعطيات
سامعة، إنما تساعد الاحتلال الإسرائيلي على أن يقوم بتمرير مشاريعه في القدس، ما لم يتمكن الاحتلال من تمريره خلال السنوات الماضية يقومون بتمريره اليوم في ظل الأوضاع العربية الحالية وفي ظل ما يحدث في محيطنا العربي وما إلى ذلك. أنا أتمنى حقيقة ورسالة من قلب مدينة القدس بضرورة أن نكون كفلسطينيين موحدين، لا نريد انقسامات، التصدعات والانقسامات لا يستفيد منها إلا الأعداء. أنا أتمنى أن تنتهي هذه الانقسامات، أتمنى أيضا أن تعود للأمة العربية، أن يعود المشرق العربي قوته وألقه، وأن تزول هذه الحالة المضطربة، حالة الإرهاب والعنف والانقسامات وما إلى ذلك. إن وحدة الأمة العربية تضامنها إنما هي قوة لفلسطين، لأن القضية الفلسطينية هي ليست فقط قضية الفلسطينيين لوحدهم، إنها قضية الأمة الواحدة من المحيط إلى الخليج، كما أنها قضية كل أحرار العالم بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية. وهو كذلك. شكرا جزيلا لك المطران عطلة حنا، رئيس سقفة سبسطية الروم الأرثوذكس، جزيل الشكر لك. نواصل مشاهدينا الكرام هذا التفاعل عن الغضب، التعبير عن الغضب.